محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. معالي المستشار حمدي عبد المنعم حماد نائب رئيس هيئة قضاء الدولة، أصالة ونيابة عن المجلس وعن رئيسه معالي رئيس هيئة قضاء الدولة المستشار حسين عبد الخليل حمزة، الشريك المتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب في تنظيم الدورة الثامنة من ميجا بروجكت اللي نظمه المركز منذ سنوات طويلة في مختلف الدول بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي. ونقول لكم سلام الأستاذ المهندس كمال الحمد من عام الاتحاد الهندسي الخليجي، اللي كمان ظروف الطيران منعت وصول فجر اليوم في التوقيت المناسب، ويكون معنا إن شاء الله موجود في الأيام القادمة. ملتقى إدارة المشاريع الهندسية العملاقة المحلية ملتقى الغرض منه تجويد وتطوير المهارات الخاصة بإدارة المشاريع العملاقة، وهي المشاريع اللي تتميز فيها في الحقيقة السعودية ومنطقة الخليج، ومع مشاريع التطوير والتنمية الصحية في دول العالم العربي في الحقيقة أصبحت المسألة فيها تنوع كبير جدا لهذه النوعية من المشاريع، وخصوصا فيما يسمى في المشاريع الهندسية باعتبار المنطقة منطقة نفط وغاز وتعدين ومعادن ومحطات تحلية الكهرباء والمشاريع التنموية العملاقة. وبالتالي كان دائما نرى أنه في هذا المنطقة إقبال نوعي من كبرى الشركات الهندسية والخبرات الهندسية المطلوبة. وأيضا كان الغرض الأساسي هو في الحقيقة إعطاء جرعات توعوية ونوعية متبادلة ما بين المهندسين في الشق الإداري والقانوني والقانونيين فيما يخص الشق الهندسي. وأعتقد إن شاء الله تعالى أنه برنامج المنطقة والمتحدثين حيكونوا على المستوى الكافي واللازم والضروري لنقل وتبادل هذه الخبرات المطلوبة. فأنا أكرر الشكر مرة أخرى لهيئة قضاء الدولة ممثلة في معاليها معالي الرئيس ومعالي المستشار حمدي حماد، وأتمنى إن شاء الله تعالى نكون عند حسن ظنكم وأن يكون المنطقة محقق للغاية والهدف اللي أصمم لأجلها. وشكرا لكم. كلمة معالي المستشار حمدي حماد نائب رئيس هيئة قضاء الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نيابة عن معالي المستشار حسين عبد الخليل رئيس هيئة قضاء الدولة، نرحب بكم في بلدكم الثاني مصر. ونيابة عنه ألقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله خاتم الرسل وأعظم خلق الله ورحمته إلى العالمين، الأخ الأستاذ ماجد محمد قاروب المحامي ورئيس المركز القانوني السعودي للتدريب، الأخ الدكتور كمال آل أحمد الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، الإخوة الحضور الكرام، أرحب بكم جميعا على أرض مصر قبلة العرب وكنانتها التي منحها الله عز وجل أعظم نعمة وهي الأمن، فقال تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وإذ قد تلقيت بامتنان الدعوة الكريمة لمشاركة هيئة قضايا الدولة في هذا الملتقى العلمي، فقد وافقت على الفور على هذه المشاركة إثراء للملتقى بالخبرات القضائية المتراكمة لهيئة قضايا الدولة. وقضايا الدولة بحسب المادة 196 من الدستور هيئة قضائية مستقلة تتولى النيابة القانونية عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي داخل أو خارج الدولة، كما تقوم باقتراح تسويتها وصياغة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها وتحال إليها، والإشراف على إدارات شؤون القانونية بالجهاز الإداري للدولة،
وأي اختصاصات أخرى يسندها إليها القانون، ولها كافة الحقوق والضمانات والواجبات التي يتمتع بها أعضاء السلطة القضائية في مصر. وقد كان في قضايا الدولة عبر تاريخها التاليه الذراع القانوني للدولة. فإذا كان الجندي يدافع عن مصر بالسلاح، فإن مستشاري هيئة قضايا الدولة يدافعون عنها بالنص القانوني وبالعقل الواعي وبالقلم المستنير، ليصدع الجميع جيلا بعد جيل لكلمة القانون في محرابها. كانت قضايا الدولة منذ إنشائها عام 1876 وحتى الآن مدرسة القانون والأب الشرعي لكافة الجهات والهيئات القضائية في مصر، وستظل برجالها وتاريخها منبر العلم والقانون. وعلى سبيل المثال، وحتى يعلم السادة الحضور الكرام حجم الأمانة التي تحملها الهيئة، فقد باشرت قضايا الدولة خلال الفترة من 1/10/2017 حتى 28/2/2019 ما يربو على 3,500,000 قضية، وبلغ عدد الأحكام الصادرة لصالح الدولة ما يفوق 1,500,000 قضية. ترتب عليها إضافة مبالغ للخزانة العامة تناهز 1,700,000,000 جنيه، وتجنيب الخزانة العامة ما يزيد على 8 مليارات جنيه، وإسرداد ما يتجاوز 37,000 فدان من أملاك الدولة المعتدي عليها. الإخوة الحضور الكرام، إذا كان العلم فريضة، فالتدريب واستشراق المستحدثات كل مجال جزء من هذه الفريضة، حتى لا تتحجر العقول وتخمل النفوس. فالشخصية القانونية يجب أن تتسلح بمستجدات العلم وتثقل بخبرات تدريبية وفهم آفاق كل جديد. وهذا الملتقى الكريم يحقق هذا التواصل، ويناقش على مدار يومين موضوعات شائكة يتداخل فيها في فن القانون والقضاء مع فن إدارة وهندسة المشروعات، بما يساعد على تحقيق الرؤى الاقتصادية السليمة والنهوض باقتصاديات دولنا العربية العظيمة وجذب الاستثمارات إليها. وكل يقين أن المشاركين في هذا الملتقى سيتبادلون الخبرات القضائية والإدارية والمالية، وسيثرى الملتقى بمشاركات مستشاري قضايا الدولة في مختلف المحاور العلمية له، سواء في مجال صياغة العقود أو دور القضاء الإداري والتجاري في حماية الاستثمارات الأجنبية أو القضاء والتحكيم وتسوية المنازعات. تمنيات لكم جميعا بطيب الإقامة في مصر وتحقيق أغراض هذا الملتقى العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمة للمياه والطاقة، مهندس محمود سلاح الرئيس الكبير.